كذلك ناصر العمر، ده رجل كبير شيبة، مبتدع كبير وضال من ضلال الإخوان المسلمين. قال أنا أسمي الربيع العربي بالخريف العرب، لأنه قال خريف على الناس المسلمين وتساقط فيه الحكام كتساقط ورق الشجر، فخرجوا الناس وماتوا الناس بسبب هؤلاء. طيب، ثم تأتي هذه الثورات ما يسمى بالربيع العربي، وأنا أسميه الربيع العربي والخريف العربي، ربيع للشعوب الذي هذه الشعوب المسلمة البريئة البسيطة السهلة الذي ما كان يؤبه لها أقبلت على الله جل وعلا، وخريف لتساقط هؤلاء الحكام كأوراق الخريف يتساقطون واحدا تلو الآخر، وسنر البقية بإذن الله كما يحدث في الشام وهو حديثنا اليوم. نعم، صحوة عجيبة جدا. ونبيل العوض قال إن هذه الثورات ثورات مباركة، سبق لها للنصر قوم تونس وشعب مصر الأبطال وما أعرف شنو. إن هذه الثورات ثورات مباركة، سبقنا للنصر قوم تونس وشعب مصر الأبطال، وها هم أهل اليمن على مشارف النصر. قتلوا ناس يا جماعة، زول يقول لك عشان السلعة غلط طلعوا، قتلوا الناس ذاته ولا حياكل السلعة منه، قتلوا الناس. ومن بلادة الإخوان المسلمين وغباهم وحمقهم وضلالهم في الدين وعدم فهمهم للقرآن والسنة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرؤون القرآن لكن لا يجاوزوا تراقيهم، ما بيفهموا. أكبر دليل على عدم فهمهم يخرج على الحاكم لما الدنيا والسلع بتاعت النيانيا والأكل والشراب تغلى وتضيق عليهم الدنيا، لكن لما الشرك يحصل ما في واحد فيهم بيزعل، بل لو سألوا أكبر شيخ من الإخوان المسلمين في أكبر وسيلة إعلام عن الشرك بيزوغ من الإجابة. لكن لو ظلم الحاكم إنه غلى الطحنية وغلى الزيت وغلى البنزين تلقى ينطفط، وأن هؤلاء الحكام لابد من إسقاطهم. لكن لو ظلم ظلم لرب العالمين إن الشرك لظلم عظيم، قوة ناس يستغيثوا بغير الله، صوفية يصرفوا العبادات لشيوخهم من الطواغيط بتاعينهم، ما في إخوان واحد زعلان، بل أنت كسلفي لو أنكرت الشرك يستخف بك الإخوان ده. أنت لسه في موضوع القبور يا قبة قبة، كرهتونا ذات، خلونا بموضوع التحنية يا أخي، ده شغل كده. شوف الناس البولة ده كيف وفاهمين الدين بالقلبة، صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. لو قصوا بيجوز الثورات اللي هم سموها ثورات هي خروج على الحاكم، ده الاسم الشرعي اللي هم دارزوه منه، زي بتاعنا الخمرة يقول لك والله يا غدا دي شنو؟ ها؟ هاي مشروبات روحية، واللي بيسموا الزنا الجنس وما عارف شنو كده، كله دارزوه من الألفاظ الشرعية. ده يقول لك ثورات ولابد من الثورة، عرفتها؟ الثورة ليه؟ يهو الطحنية غلط؟ ما يهو الدنيا يعني خلاصة الدنيا، والله ما انترت وين وين؟ في النهاية خلاصتك الدنيا، ما عشان الشركة اللي حصل، يعني عشان ظلم الحاكم، ما عشان الظلم لرب العالمين. عشان كده عبد الحي يوسف كانت رسالة الدكتوراه اللي بيقابلها دكتور من جامعة ام درمان الإسلامية بالمؤمنين، درمان الإسلامية في شنو كانت؟ في الاستبداد السياسي. صفحة 12 قال أنا اخترت الاستبداد السياسي ليه؟ قال لأنه في نظري أصل وأساس وما سواه فرع ونتيجة. الاستبداد ده يعني ظلم السياسي، يعني ظلم الحكام، ده أصلي وأساس المشاكل؟ لا لا لا، أصلي وأساس المشاكل الشرك يا ناس، والدنيا ذاتها والحاجات غلت والسلع غلت، ده سبب الشرك. أنت ما بليد ما فاهم. النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح الألباني قال الحجر الأسود من الجنة نزل من الجنة، حجر الأسود كان أشد بياضا من الثلج، وفي رواية من اللبن، سودته خطايا أهل الشرك، حجر نزل من الجنة. المشركين والشرك الحاصل في الواطة هو اللي بقى الحجر الأسود اللي كان أبيض من اللبن والتلج بقاه أسود لحد ما سموه حجر أسود. تقول لي الشرك ما يغلي الطحنية؟ أنت ما فاهم حاجة. والعلم اللي بتقراه كتب الإخوان المسلمين، ما كتب السلف، ما كتب العلماء، كتب المودودي
والغزالي وسيد قطب ومحمد قطب وحسن البنا و دي الكتب اللي بتقروها، عشان كده هم ذاتهم يقول لك انا المفكر الاسلامي، يا هو ذات مفكر. دينك ده مجرد عن فكره، ده ما دين الله الصحيح، دي فكره نجرت او نجر ابوك الشيخ، ده الموضوع.